مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي الطلبة، طلبة الصف التاسع، نبدأ درس جديد اليوم في مادة العلوم العامة في الفصل الدراسي الثاني. هذا الدرس في وحدة المادة النقية واقتصاد الذرة. درس اليوم بيتكلم عن مفهوم المادة النقية. الفكرة العامة للدرس إن العلماء والكيميائيون بيسعون لإنتاج أو صناعة مواد معينة، مواد نقية، بحيث إن هذه المادة لا تلوث البيئة، كما أنهم يسعون لتصنيع هذه المادة باستخدام أقل مادة خام لتقليل الفاقد من خلال استخدام التفاعل الكيميائي ذي اقتصاد الذرة الأعلى. وهنشوف الحين أولا مفهوم المادة النقية. عموما كل المواد الموجودة على سطح الأرض، كل المواد التي نعرفها تنقسم إلى قسمين، إما مادة نقية أو مخلوط. يبقى المادة إذا لم تكن مادة نقية فهي مخلوط من عدة مواد نقية. طيب المادة النقية تنقسم إما أن تكون عنصر أو تكون مركب، والمركبات إما أن تكون مركبات أيونية أو تكون مركبات تساهمية. إذن المادة النقية إما أن تكون عنصر أو تكون مركب أيوني أو تكون مركب تساهمي. إذا خلطنا عنصرين مع بعض لا يمكن أن نسميهم مادة نقية. إذا خلطنا عنصر مع مركب أيوني أو مركب تساهمي لا يمكن أن نقول أن هذه مادة نقية. إذا خلطنا مركب أيوني مع مركب تساهمي لا يمكن أن نقول أن هذه المادة مادة نقية، ولكن تسمى مخلوط. طيب ما مفهوم المادة النقية وما المقصود بالمادة النقية؟ هناك استخدامين لمصطلح المادة النقية. المصطلح العلمي لكلمة نقي هي مادة لها نفس الخصائص الفيزيائية ولها نفس التركيب، ولا يمكن تجزئتها بالعمليات الفيزيائية إلى مواد أبسط منها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام المقصود به أن المادة النقية عبارة عن مادة واحدة كل جزيئاتها نفس النوع، كل جزيئاتها لها نفس التركيب، كل جزيئاتها لها نفس الخصائص، لذلك هي نوع واحد من المادة، فلا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها. على سبيل المثال جزيئات الأكسجين، كل جزيئات الأكسجين لها نفس التركيب ولا نفس الخصائص. جزيئات الماء، كل جزيئات الماء لها نفس التركيب ولها نفس الخصائص. طيب إذا أضيف للماء قليل من الملح، يبقى هنا في هذه الحالة يكون جزيئات الماء لها خصائص وجزيئات الملح المضاف إلى الماء لها خصائص أخرى، فهنا يوجد اختلاف في الخصائص فلا يمكن أن نسميها مادة نقية. أما الاستخدام الشائع لكلمة نقي هي المادة التي تخلو من الشوائب والملوثات. على سبيل المثال الشاي، الشاي هذا مخلوط سكر مع شاي مع ماء، ورغم ذلك الاستخدام الشائع يقول أن الشاي نقي. لماذا نقي؟ مع أنه ليس مادة نقية، هو مخلوط وليس مادة نقية، ولكن الاستخدام الشائع عامة الناس يقولون عنه أنه نقي. لماذا؟ لأنه يخلو من الشوائب والملوثات. تعالوا لنرى بعض الأمثلة. على سبيل المثال ماء الشرب، ماء الشرب صالح للشرب ولكنه غير نقي. كيف يكون غير نقي؟ أي بالنسبة للمصطلح العلمي ماء الشرب غير نقي، ولكن الاستخدام الشائع يقول عنه أنه نقي. نعم الاستخدام الشائع يقول عنه أنه نقي لأنه خالي من الشوائب، خالي من الملوثات، ولكن المصطلح العلمي يقول أنه مادة غير نقية. كيف يكون غير نقية؟ لأنه ماء نقي ومضاف إليه أملاح معدنية
هذه الأملاح المعدنية مفيدة يحتاجها الجسم، لذلك تضاف إلى ماء الشرب. إذن هنا الماء ليس ماء فقط، وإنما مضاف إليه أملاح معدنية مفيدة للجسم، أصبح مخلوط من ماء وأملاح معدنية، لذلك طبقا للمصطلح العلمي نقول عنه أنه غير نقي. إذن ماء الشرب بالمصطلح الشائع نقول أنه نقي لأنه خالي من الشوائب، ولكن بالمصطلح العلمي نقول عنه أنه غير نقي لأنه مضاف إليه أملاح معدنية يحتاجها الجسم. لذلك بالمصطلح العلمي نقول على الماء الشرب أنه ماء غير نقي. مثال آخر، ذهب الحلي. ذهب الحلي إذا كان نقي بنسبة 100% يكون لين ولا يحتفظ بشكل معين، لذلك تضاف إليه بعض الشوائب. وعلى سبيل المثال ذهب 24 قيراط، هذا نسبة نقاوة الذهب فيه 99.9% ذهب، والواحد من 10% آخر يكون من الشوائب المضافة إلى الذهب. ذهب 21 قيراط هذا نسبة نقاوته 87.5% ذهب نقي، و 12.5% شوائب تضاف إلى الذهب. ذهب 18 قيراط هذا بيكون 75% منه ذهب، و 25% منه يكون شوائب مضافة إلى الذهب. مثال آخر، الشاي. كما قلنا الشاي نقي أم غير نقي؟ بالاستخدام الشائع الشاي نقي لأنه خالي من الشوائب وخالي من الملوثات. إذن نقول عن الشاي أنه مادة نقية طبقا للاستخدام الشائع لأنه خالي من الملوثات. أما طبقا للمصطلح العلمي لكلمة نقي فإن الشاي مادة غير نقية، وإنما نقول عنه أنه مخلوط، نقول عنه أنه مخلوط لأن الشاي عبارة عن ماء ومضاف إليه كمية من السكر ومضاف إليه كمية من الشاي، لذلك لا نقول عنه أنه نقي بالاستخدام العلمي أو بالمصطلح العلمي، إنما الاستخدام الشائع نقول عنه أنه نقي. تمام؟ وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح معنى المادة النقية والفرق بين الاستخدام الشائع للمادة النقية والاستخدام أو المصطلح العلمي لكلمة نقي. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.